مهاجرون فارون من ويلات الحرب في بلدهم ينطلقون نحو المجهول ليحصد الموت أرواحهم على الحدود بين الدول الأوروبية. وسائل إعلام بولندية نقلا عن شرطة وحرس الحدود الوطني أفادت أن غواصين بولنديين انتشلوا جثة شاب سوري من نهر على الحدود مع بيلاروسيا. الشرطة أوضحت أنها عثرت على الجثة بعد ملاحقتها لمجموعة سوريين فارين كانوا في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. سلطات بولندا وليتوانيا ولاتفيا سجلت في الآونة الأخيرة زيادات كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون التسلل عبر حدودها من بيلاروسيا، في حين تصفه كل من وارسو وبروكسل بأنه شكل من أشكال الحرب التي تستهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها التكتل على مينسك الأوكرانية. على صعيد ذي صلة، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن عائلة سورية رفعت قضية لدى محكمة العدل الأوروبية بعد 5 سنوات من ترحيلها إلى تركيا رغم وصولها إلى اليونان وتقديمها طلب لجوء وفقا للقوانين الأوروبية. الجارديان كشفت أن شركة المحاماة الهولندية براكن دي أوليفيرا قررت رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل المعروفة بفرونتكس التي أشرفت على الرحلة نيابة عن الأسرة السورية بهدف الحصول على تعويضات. إحدى المحاميات الممثلات للعائلة ووفقا للجارديان أكدت اعتراف فرونتكس بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وضرورة محاسبتها، مشيرة إلى أن العائلة السورية لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها. ونوهت صحيفة الجارديان أن هذا الإجراء يسلط ولأول مرة الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة بعمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمام محكمة لوكسمبورغ، وفقا لنشطاء صعدوا من دعواتهم لوضع حد للانتهاكات ضد اللاجئين.